هذا السؤال دكتور بوهيد عن إفريقيا التي اختلفت. إذا عدنا إلى الحالة البوركينابية، تعرف بأن النقيب إبراهيم تراوري هذا الشاب الذي أطاح بالحكم في بلاده وتولى قيادة البلاد يعني يحظى بشعبية كبيرة. بعد هذه العملية الانقلابية الفاشلة خرج عديد الأفراد في الشعب البوركينابي إلى الشوارع، يقال بأنه مدعوم أيضا من موسكو، كان له طلة مميزة في اجتماعات إفريقيا مع روسيا في القمة الماضية. هل يمكن المراهنة على هذه النخب العسكرية الصاعدة في أنها تمثل فعلا نخبا مستقلة عن القرار الأوروبي الفرنسي؟ لا، وهذا ما أخلط أوراق فرنسا وباريس في إفريقيا، أنه الشعوب أصبحت لا تواجه هذه الانقلابات بل تؤيدها، حتى لو كان أمر غير شرعي وغير دستوري هذا الكلام الدبلوماسي، لكن الواقع يقول غير ذلك. وحدث ذلك ما عدا بوركينا فاسو، حدث أيضا في النيجر، الشعب النيجيري خرج للشارع لتأييد المجلس العسكري الذي عزل محمد بازوم. كل هذا لم يكن في حسبان فرنسا. هذه النخب كما وصفتها أخي قادة، هناك نماذج ناجحة شئنا ما أبينا على أرض الواقع، حتى لو أنها وصلت بالانقلاب مثل ما حدث في رواندا اليوم. رواندا من الدول المتقدمة في إفريقيا بعد أن عانت مجازر إلى آخره تسببت فيها وتورطت فيها فرنسا. اليوم الخروج من العباءة أو الفرنسية إن صح التحبير هو من سينقذ الأفارقة، عودة إفريقيا للأفارقة حتى لو كان الأمر تدريجي الأمر مهم. والجميع يسأل لماذا نسكت دائما عن روسيا وعن الصين إلى آخره، الأمر مختلف، لا يمكن مقارنة فرنسا مع روسيا أو الصين أو تركيا أو غيرها من دول أخرى. الفرق بسيط يكمن في تاريخ الاستعماري. اليوم الشعوب لا يمكن أن تنسى ما قامت به فرنسا من جرائم متعددة في مختلف مناطق القارة الإفريقية، وما يحدث اليوم من تدهور وأزمات هو نتيجة حتمية للاستعمار. هي دول فاتية شئنا ما أبينا، نتحدث على دول عمرها 50-60 سنة، مهما كان هي دول فاتية، ما زال أمامها الكثير. نفضل استثمار الصينيين واستثمار الروس ولا حتى حمايتهم لعدد من الدول بدل استنزاف الثروات مثل ما تقوم به فرنسا.